بيك كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. الاهلي على موعد في مباراه هامه ومرتقبه، الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي، اولى مباريات دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. جمهور النادي الاهلي توافد بشكل كبير جدا على استاد برج العرب منتظرينه بشكل كبير يا كابتن اسلام. الجمهور يعود الى المدرجات النهارده ان شاء الله، باذن الله تكون بدايه لجمهور النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي. الامور بتبقى مختلفه بشكل كبير جدا، اما بيحضر جمهور النادي الاهلي والمؤازره والدعم الكبير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بيكونوا بلغه الكره في التوب فورم فنيا وكرويا، بيبذل كل لاعب داخل المستطيل الاخضر كل ما في وسعه لاسعاد هذا الجمهور اللي بيتمنى النهارده ان شاء الله كالعاده وكعاده جمهور النادي الاهلي الهتاف للاعبين، الهتاف للجهاز الفني، الهتاف ايضا كمان لكيان النادي الاهلي فقط دون الخروج عن النص النهارده ان شاء الله تكون رساله للجميع. باكد كمان على دور مجلس اداره النادي الاهلي مع وزاره الداخليه مع القوات المسلحه، كان في تنسيق كبير جدا خلال الايام الماضيه والتعاون الكبير اللي احنا بنشوفه مع دخول الجماهير وحاله يمكن السهوله اللي بيدخل فيها جمهور النادي الاهلي. اجتماعات كانت تنسيقيه وامنيه خلال الايام الماضيه، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، العميد علاء صلاح الدين مدير الامن، دور كبير جدا لراحه الجمهور. 10,000 مشجع عدد مش كبير يا كابتن اسلام، لكن بنتمنى ان شاء الله خلال الايام القادمه في بطوله الدوري العام في البطوله الافريقيه العدد يزيد. النهارده ان شاء الله بنراهن على التزام جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مش محتاج مننا اي رسائل كالعاده، يكون خلف فريق النادي الاهلي مباراه غايه في الاهميه ان شاء الله. النهارده دور الجمهور مع الفنيات داخل المستطيل الاخضر باذن الله كل هذه الامور تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. محاضره فنيه اخيره يا كابتن اسلام هنا في فندق الاقامه مباشره دقائق، ويمكن هنتحرك ان شاء الله على استاد برج العرب. ارجع معاك سريعا للجمهور، بدا فعلا دخول جمهور النادي الاهلي في تمام الساعه الثالثه، الساعه 7 ان شاء الله هيتم غلق البوابات. اكد كمان على دخول الجماهير، طبعا حابين ان احنا نقول يمكن الاولى شمال والمقصوره من بوابه 3، لكن الدرجه الثانيه هتكون من بوابه 7. لو بنرجع كمان لكواليس واخبار فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه، حاله تركيز كبيره جدا يا كابتن اسلام بنلمسها هنا في فندق الاقامه. مستر مارتن كابتن سيد عبد الحفيظ اللي شغال بشكل كبير جدا على الدوافع، خلق دوافع جديده، بيتكلم على الجانب النفسي بشكل كبير مع اللاعبين. عدد يمكن داخل لنا من الصفقات النهارده بينضم رمضان وحسين الشحات وياسر ابراهيم، الثلاثه يمكن ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين النهارده سواء على دكه البدلاء او في التشكيل الاساسي لهذه المباراه. كالعاده كابتن اسلام ان شاء الله هنكون معاكم مع ملعب الاهلي وقناه النادي الاهلي، كواليس واخبار النادي الاهلي فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. عودة